مرحبا بكم. هيكل الشيخاوي متوسط الميدان الهجومي للاتحاد المنستيري مدد عقده بعام آخر حتى الموفى جوان 2024. الشيخاوي كان قريب المغادرة للاتحاد بعد ما جاته عدة عروض من تونس وخارج تونس. المقابلة الودية بين تونس والبرازيل تقررت بصفة رسمية وباش تلعب يوم 27 سبتمبر الجاي في أحد الملاعب في أوروبا، لأنه حسب الصحافة البرازيلية ثم مراسلة صارت من الجامعة البرازيلية للجامعة الفرنسية وطلبت البارك دي برانس باش تلعب فيه الماتش هذا، لكن مازال ما فما حتى شيء رسمي. وفي الفترة الجاية باش يتم الإعلان على الملعب أو البلاد اللي باش تحتضن المباراة هذه. نذكر المواجهة هذه بين تونس والبرازيل باش تكون الثانية في تاريخهم بعد المقابلة الشهيرة اللي تلعبت من 50 عام التالي يوم 6 جوان 1973 وفات بانتصار البرازيل 4-1. في البطولة المصرية الزمالك بدأ يقترب من اللقب وفاز اليوم خارج قواعد ولا فاركو بنتيجة 1-0. سيف الجزيري لعب أساسي وخرج في دقيقة 61. عزمي غومة مع فاركو لعب أساسي وخرج في دقيقة 74. بيراميدز ربح 5-1 سموحة. فخر الدين بن يوسف لعب مقابلة كاملة وعطى أسيست الهدف الثاني. الاتحاد الانجليزي لكرة القدم مصدر عقوبات على خلفية الاشتباك اللي صار بين توخيل وكونتي بعد ماتش تشيلسي وتوتنهام في البطولة الانجليزية. توخيل تعاقب بمباراة وما يقعدش على البنك واختية ب 40,000 أورو، كونتي اختية فقط ب 18,000 أورو. نادي مانشستر يونايتد أعلن اليوم بصفة رسمية اللي تم اتفاق مع إدارة الريال مدريد على انتقال كازيميرو لمانشستر يونايتد، وحسب الصحافة كونه الإنجليزية الصفقة توصل 85 مليون أورو. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكة فهمة بوانيت. نخليكم على سلاح في هابي أور.